جدع ثابت زي البطل. سوينا يطلع ثابت البطير ثابت يطلعها مره من يحمل اسمه بعضا من صفاته الجميلة والنادرة التي جعلته معشوق جماهير القلعة الحمراء وأسطورة خالدة من أساطير الأهلي على مر العصور. إنه الثابت على مبادئ النادي الأهلي والبطل المخلص الوفي للكيان، ثابت البطل. تمر اليوم 16 من شهر سبتمبر عام 2020 ذكرى ميلاد ثابت البطل الذي ولد في نفس اليوم عام 1953 وخلد اسمه كحارس أسطوري وكمدير كرة محترف من طراز عالمي لم تشهد الكرة المصرية مثيلا له حتى الآن، قبل أن يفارق دنيانا في 14 من فبراير عام 2005 بعد صراع طويل ومرير مع المرض. ثابت جدع ثابت زي البطل. بدأ ثابت البطل مشواره مع الساحرة المستديرة من مسقط رأسه بمدينة الحوامدية حيث كان ناشئا في صفوف هذا النادي، وفي عام 1970 انضم إلى النادي الأهلي وظل حارسا لمرماه لمدة 17 عاما اعتاد خلالها على الإنجازات والتتويج بالبطولات، حصل خلال مشواره 25 بطولة بالقميص الأحمر بواقع 11 درعا في مسابقة الدوري الممتاز وسبعة ألقاب في بطولة كأس مصر وبطولتين في دوري أبطال إفريقيا وثلاثة ألقاب لكأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وكأس البطولة الأفرو أسيوية وكأس الاتحاد التنشيطية. وعاصر ثابت البطل في القلعة الحمراء الكثير من الأجيال لاعبا على مدار هذه السنوات الطويلة، لكن أهم إنجازاته كانت رفقة الجيل الذهبي الذي كان على رأسه محمود الخطيب وعدد من العمالقة مثل مصطفى عبده وحسن حمدي وفتحي مبروك ومختار مختار. يا لو ماشي بالخطيب والخطيب يرام ورزان بتاعي يا بول جول الاتحاد من الخطيب. أما على الصعيد الدولي فحدث ولا حرج، كان البطل واحداً من أهم عناصر منتخب مصر على مدار أكثر من 16 سنة من عام 1974 وحتى عام 1990، وقاد منتخب مصر للفوز بكأس الأمم الإفريقية عام 1986 بالقاهرة ثم دورة الألعاب الإفريقية عام 1987، كما شارك في دورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 1984، واختتم مشواره الدولي بالمشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم عام 1990 بإيطاليا، حيث كان واحداً من الحراس الثلاثة الذين اختارهم الجنرال محمود الجوهري في البطولة وعمره حينذاك 37 عاماً. وعقب العودة من المونديال شارك قليلاً مع النادي الأهلي ثم قرر في عام 1991 اعتزال الساحرة المستديرة واختار العمل في القطاع الإداري، وسرعان ما أثبت جدارته وبات في عام 1995 مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وحقق الفريق في عهده الكثير من الإنجازات والبطولات. في مطلع القرن الجاري رحل ثابت البطل عن النادي الأهلي ليتولى إدارة الكرة في نادي الاتحاد الليبي وظل برفقته 3 سنوات، وفي صيف عام 2003 طلب منه الأهلي العودة فلبى النداء فورا. وبعد هذه العودة بدأ ثابت البطل في بناء فريق جديد عملاق للنادي الأهلي عرف بالجيل الذهبي الجديد الذي سيطر على الكرة المصرية والإفريقية لسنوات طويلة وضم عددا من النجوم البارزة منهم محمد أبو تريكة ومحمد بركات وحسام غالي وعماد متعب وفلافيو وجلبرتو ووائل جمعة وغيرهم من عمالقة هذا الجيل. ولا ينسى عشاق القلعة الحمراء اللقطة التاريخية لثابت البطل حين أنهك جسده المرض وظهر على ملامحه القوية بشكل كبير،
وكان المارد الأحمر يستعد لمواجهة تقليدي الزمالك، فطالب مانويل جوزيه ثابت البطل بالعودة لمنزله، فقال البطل جملته الشهيرة: لو مشيت من هنا هتعب أكتر، ليحضر المباراة من الملعب ملفوفا في غطائه، محبا ومخلصا للمارد الأحمر حتى لحظاته الأخيرة، حيث توفي بعدها بيومين فقط. رحم الله البطل ثابت المخلص للأهلي المحب للكيان، الثابت على مبادئه مهما كانت الظروف والأحداث المحيطة. طبعا الله يرحمه.